بالنسبة للطرق التدريس، اليونيسف أيضا تعمل مع شركائها في وزارة التربية وأيضا من خلال القسم المعني قسم التعليم على تدريب المعلمين. يعني عمل اليونيسف في قطاع التعليم ليس فقط يعني على الفئات المباشرة اللي هم الأطفال والشباب واليافعين، وإنما تدريب المعلمين أيضا أحد البرامج الرئيسية اللي تطبقها اليونيسف على مدار سنوات، وأيضا من خلال شراكتها الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم. فهذا أيضا أحد البرامج، أنه تطوير وإدخال مفاهيم جديدة، مفاهيم تدريب جديدة، وأيضا تطوير قدرات المعلمين على التعليم والتدريس.